وعدتكم بيا يا اصحابي، انا جاي لكم النهارده بفيديو جديد، وهعمل تحدي انا وماما وبابا علشان عارف يا اصحابي ان انتوا بتحبوا التحديات بتاعت سيمبا. يلا يلا نبدأ التحدي. ايه ده جايبين لي كوكيز؟ والله حلو قوي الكوكيز ده انا بحبه جدا بالشوكولات. الله الله، اما اكل بقى انا الكوكيز بتاعي. نم 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 نم. انا جايبين لي بطيخ، عارفين ان انا بحب البطيخ جدا 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 جدا. اما اكل بقى البطيخه بتاعتي. يا سلام يا سلام، يم يمي. هم نم 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 نم. بقى اللي هما جايبينه لي ده؟ هو انا عيل صغير جايبين لي توفي؟ هو انا طفل صغير هيسكتوني بالتوفي ده؟ مش مشكله بقى، اما اكله وخلاص عشان ما اخسرش التحدي. ام نم 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 نم. يلا بقى يلا بقى يا بابا علشان نشوف التحدي اللي بعده. يلا بينا يا ماما، يلا بينا يا اصحابي علشان نشوف التحدي اللي بعده هيبقى ايه. يا سيمبا الحق يا ابو سيمبا، مديني ايه؟ مديني مصاصه. ليه وانا عيله صغيره هاكل مصاصه؟ بس هاكلها بقى علشان ما اخسرش التحدي. هم نم 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 نم. وانا يا ماما انا اديني ايس كريم شوكولاته اللي انا بحبه، وعليه كمان شوكولاته جميله جميله قوي ملونها اهي. هاكل بقى الايس كريم بتاعي، بس انا برضو يا ماما كان نفسي في المصاصه الحلوه اللي معاكي دي. يلا يلا مش مهم، هاكل الايس كريم بتاعي بقى علشان ما اخسرش التحدي. هم نم 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 نم. انا بقى ادولي كوبايه لبن بحالها. ايوه كده، اللبن مهم واللبن مفيد جدا جدا عشان الاطفال وعشان الكبار. اما اشرب بقى انا كوبايه اللبن الحلوه دي. يلا بقى يا اصحابي علشان اشوف التحدي اللي بعده فيه ايه. مسافه كبيره قوي قوي لسيمبا يا اصحابي، يلا بينا. الله الله، ايه البيتزا الجميلة قوي اللي جايبينها لي دي؟ يا سلام يا سلام، اما انا بحب البيتزا بشكل. هاكلها بقى كلها، دي بيتزا شكلها حلوة قوي قوي قوي، واكيد اكيد طعمها هيكون حلو كمان زي شكلها. اما اكل بقى البيتزا بتاعتي. هم نم 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 نم. وانا كمان يا ماما جايبين لي الجبنه، قد ايه قد ايه انا بحب الجبنه الجميله دي. اما اكل بقى انا الجبنه بتاعتي. هم نم 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 نم. الله الله، دي حلوه قوي قوي يا ماما. يا سلام يا سلام، انا جايبين لي علبه بسكوت كامله اكلها لوحدي. يا سلام يا سلام على البسكوت الجميل اللذيذ ده. اما اكل انا بقى البسكوت بتاعي. ام نم 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 نم. خليكم معايا يا اصحابي، كملوا الفيديو عشان لسه في تحديات كتير قوي قوي وكمان هتعجبكم. يلا سفرة كبيره قوي قوي يا اصحابي. الله الله، يا سلام يا سلام، ده انا جالي دوناتس جميل قوي قوي، عليه شوكولاته وكمان كريمه فانيليا. يا سلام يا سلام، عجبني قوي قوي واكيد طعمه لذيذ. اما اكل بقى انا الدوناتس بتاعي. ام نم 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 نم. وانا يا ماما جالي كب كيك. بص يا ماما الكب كيك بتاعي عامل ازاي، ده كمان متزين بكريمه البندق. يا سلام يا سلام على الكب كيك بتاعي، وعليه كمان شوكليت شيبس. يا سلام، الله الله، شكله حلو جدا جدا، واكيد طعمه كمان هيبقى حلو قوي يا ماما. اما اكل بقى انا الكب كيك بتاعي. هم نم 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 نم.
وانا بقى يا سلام يا سلام، جالي ايس كريم جميل ولذيذ وخطير كمان ب3 اطعام. يا سلام يا سلام عليك يا ابو سيمبا. اما اكل بقى انا الايس كريم اللذيذ بتاعي ده، عم نم 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 نم. الله الله على الايس كريم، يا سلام. يلا بقى يا اصحابي، سقفة كبيرة وشجعوني، اقعد اقولوا سيمبا سيمبا علشان انا اللي اكسب في تحدي يا اصحابي. يلا شجعوني وسقفولي. طبق سلطة كبير كبير، ايوه كده انا هاكله كله علشان يهضم الاكل اللي انا اكلته. البيتزا اللي انا اكلتها كانت كبيرة كبيرة قوي عليا. اما اكل بقى طبق السلطة بتاعي، هم نم 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 نم. وانا كمان انا كمان هاكل الموز بتاعي، جالي 3 موزات، انا بحب الموز جدا جدا، هاكل بقى ال3 موزات بتوعي دول، هم نم 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 نم. وانا كمان جاتلي تورتايه جميله كبيره على شكل نيمو، يا سلام يا سلام على التورته اللي جاتلي دي، انا هاكلها بقى كلها لوحدي علشان مخسرش التحدي ده. يلا بقى اما اكل التورته، هم نم 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 نم. وبكده يا اصحابي الحلوين، التحديات بتاعتنا النهارده هتكون خلصت. عايز منكم بقى سالفه كبيره كبيره قوي لسيمبا يا اصحابي، علشان كل فيديو جديد تقدروا تتفرجوا عليه. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش بقى تعملوا لايك الاصبع لفوق، وكمان تشتركوا في القناة يا اصحابي علشان كل فيديو جديد بننزله على القناة تقدروا تتفرجوا عليه. بحبكم يا اصحابي جدا جدا جدا. يلا بقى سقفة كبيرة كبيرة لسيمبا عشان سيمبا فاز في التحدي. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله مع تحدي جديد، أنا وماما وبابا، مع السلامة. ولو عجبكم حواديت سيمبا يا أصدقائي ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يجيلكوا كل فيديو جديد بنقدمه لكم على القناة. مع السلامة.